Hey guys, so اليوم اجيت لعند رفيقتي سارة وحبيت فرجيكم شو حنعمل. So اول شي قعدنا على البلكون قعدنا ناكل بوب كورن. بعدين قررنا انه نعمل نودلز. هاي سارة. جايز المي كتير طولت لتغلي ما بعرف ليه بس انا اوكي. نحن وناطرين المي لتغلي انا زهقت وقعدت ارقص وسارة كانت عم تحضر يوتيوب. اوكي بعدين غليت المي وبلشنا نحط النودلز. اول شي ما كانت تفتح معي بس بالاخر فتحت. هون سارة عم تحركن. جايز اضطرينا نجلي صحون سو سارة جلت صحنين. وهون خلصنا ونحن وعم ناكل حضرنا شوي يوتيوب وبس هيك. thanks for watching. bye.